سؤالي الثاني، سل. لو احنا تبع جمعيه شرعيه، وبعد وبعدين المبلغ من المال موجود معانا، المبلغ موجود بتاع الجمعيه بنحطه في بنك فيصل الاسلامي او بنك اسلامي زي ما بيقولوا، طب المبلغ ده تبع الجمعيه واتقال لنا من خلالهم يا جماعه دي مش فلوسكم فلازم تحطوها في بنك اسلامي، واحنا حطيناها في بنك اسلامي، هل العائد اللي بيجي دلوقتي ده مش فلوسنا احنا ودي فلوس ايتام وفقراء؟ هذا ربا. نعم هذا ربا ربا. نعم جزاكم الله الف خير. حياكم.